السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم وصفة سهلة واقتصادية، هي وصفة حلوى تاع العصر فنشربوا بها القهوة تاع الحشية. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. عندي 100 غرام سكر، 60 ملليلتر زيت، معجون مشمش، حبة ياغورت طبيعي، حبة بيض، ولاليفيو حلوة خميرة الحلوة، وعندي ليكستخي تاع السيترون ولا لافاني، كل واحد وكيف يديره. وعندي هنايا نوات كوكو جوز الهند. نبدأ على بركة الله، نديرو حبة تاع البيض، علبة الياغورت ناتور، ياغورت طبيعي، نديرو معاه 100 غرام تاع السكر، نخلطوه وقرصة الملح ما نساوهاش، بلا ما ننسو قرصة الملح، ونخلطو قاع هاد المكونات في خلاط الكهرباء، نخلطو قاع مليح المكونات. نزيدو الزيت 60 ملل تاع الزيت، نخلطو مليح هاد المكونات الكهربي بالخلاط اليدوي ولا خلاط كهربائي كيما تبغو. نزيدو عطر الليمون، غير قطرة عطر الليمون ولا ديري لافاني، انا ما عنديش لافاني، درت عطر الليمون غير قطرة، ما تكثروش تجي فيه بنة. نديرو الفارينة، نخلطو غير بشوية فارينة، نديرو كيس بخميرة، نخلطو بحالكم المكونات مليح، نحضر العجينة تاعي، نحلها، نديرو دوائر، نديرو دوائر، معجون، شوية معجون، نغرقو حبة، نديروها كري شوصون، بلعو عليها مليح باه المعجون ما يخرج الخرج، نديروهم في الداخل. الحلوى تاعي راهي طابت، دوك ندير هذا المعجون، ندير لها المعجون جات طريه شابه حشيشه، ديروا لها الواد كوكو، رمدوها في الواد كوكو والجوز الهند، الحلوى تاعي راهي وجدت بالصحة والراحة. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشكرا.